دي اول واحده، مش عارف عدت عليك ولا لا، دي الصوره اللي نزلها اتحاد الكوره بمناسبه مئويه اتحاد الكوره. الصوره دي كابتن عصام الحضري وعدد كبير من النجوم هجموها جدا، بما يعني عشان ما فيهاش كابتن عصام الحضري في تاريخ اتحاد الكوره ومنتخبات مصر، مفيش كابتن حسام حسن، مفيش اسماء كبيره يعني عدت على منتخب مصر. اتحاد الكوره نزل الصوره دي مرتين، قعد يغير فيها ويغير البوست مرتين، وبعد كده شالها خالص لما لقى نفسه عمال يتهاجم. فاحنا كان في خناقه، ايوه انا عارف والله، انا قلت كده من يومين كنا بنتخانق على صوره نزلت على الفيسبوك. اولا انا ماسك نفسي من الضحك على الصوره نفسها. الصوره نفسها ليه بقى؟ سيبوها لنا يا جماعه شويه، ما تشيلوهاش. مئويه ايه دي؟ ايه ده؟ ايه الزحمه؟ ايه ده؟ الصوره دي بتقول ايه؟ ايوه يعني انت لو عايز تعمل احتفاليه بمئويه اعمل شعار يا اخي، اعمل صح؟ اعمل رسمه، اعمل حاجه، تحط لعيبه عشان كل واحد يقول لك اشمعنى انا؟ هو في لا طب لا ليه بقى رحمان فوزي مش حاطه ليه؟ أيوه. اللي جاب جونين في كاس العالم طبعا، ده احنا قعدنا 40 سنه مجدي عبد الغني بيذلنا. هو في ملحوظه مهمه قوي حضرتك ما خدتش بالك منها من الصوره دي، تمام؟ في راجل افريقي محترم معانا في الصوره. ايوه محترم جميل، بس يعني طب ما بما انك اتحاد نجوم مصر يعني ممكن تحط حد مكانه. الحاجه الاحتفاليه دي بتعمل رسم مبتكر صح، موتيفا حاجه كده جميله وشيك وشيك، ها شيك، ها مش تمساح يبقى عامل زي البورص. وايوه فسمع الضحك من بره. اصل كان في مره عملنا بطوله عملنا بطوله زمان يعني زمان ها وعملنا تمساح انا حسيت اني عايز اضربه بالشبشب. اقول لك معلومه بسيطه بس عشان لسه جايبها النهارده. ايه دي لا انا اقول لك معلومه بسيطه عرفتها النهارده. الصوره دي اصلا كانت طلعت صوره كانت عندهم قديمه فقالوا ننزلها في احتفال مئويه. يعني هم ما عملوش حاجه يا عم، ما حدش عايز يتعب. دي صوره قديمه، ما حدش دريان. ايه ده بجد؟ ده ايه ده الصوره دي؟ ايه ده الصوره دي؟ اللي حط الصوره دي ده واحد مش عارف ما بيشوفش الدنيا فيها ايه. صح صح يا خرابي.